أهلا بكم في ترند. صحف ومواقع محلية وعربية وعالمية أشادت بالإنجاز الدولي الجديد، وذلك بعد أن أقر فريق العمل التحضيري للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو مبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه الخاصة باليوم الدولي للضمير، باعتباره وسيلة لتعبئة جهود المجتمع الدولي بانتظام لتعزيز السلام والاندماج والتضامن والتفاهم من أجل بناء عالم مستدام، وذلك في مبادرة دولية غير مسبوقة تبناها سموه حفظه الله. نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في انستغرام فيديو توعوي تفصيلي عن أثر المخالطة التي تعد أحد أكثر طرق نقل العدوى، بالإضافة إلى كيفية الحفاظ على النظام الصحي، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بمسؤولية. نتابع. مع تطورات فيروس كورونا كوفيد-19 حول العالم وتأكيد المخالطة كأحد أكثر الطرق لنقل العدوى، يبقى السؤال شلون تتم عملية المخالطة وشلون نحمي نظامنا الصحي. خذ مثال عشان تكون الصورة واضحة. خالد حامل للفيروس لكن ما تظهر عليه أي أعراض ويظن أنه سليم، يلتقي براشد فينقل له العدوى بدون ما يدري، يواصل الاثنين حياتهم بشكل طبيعي في الوقت اللي يطمئن راشد بحالته الصحية ويخالط صديقه حسن واخته مريم. تبدأ الأعراض بالظهور تدريجيا على خالد اللي نقل العدوى حق راشد سابقا، فقام راشد نقلها إلى صديقه حسن واخته مريم ومن حولهم في سلسلة من المخالطات المتكررة اللي تعيق الحد من انتشار الفيروس. تذكر دائما أن كل فرد يلعب دور أساسي من خلال اتباع الإرشادات والاحترازات لتعزيز الصحة العامة وحماية نظامنا الصحي. مسؤولية كل فرد في المجتمع حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية. التزم بمسؤولية، كلنا فريق البحرين. أصدرت إدارة الأوقاف السنية عبر حسابها في إنستغرام مجموعة من التدابير الوقائية في مناسبات العزاء وتشييع الجنائز، وذلك استناداً إلى الإجراءات الاحترازية الصادرة من فريق البحرين لمكافحة انتشار فيروس كورونا. ووجهت الإدارة الجمهور الكريم إلى اقتصار تشييع الجنائز على الأقارب فقط، مع أخذ جميع الاحتياطات الوقائية وهي لبس الكمامات والقفازات وترك مسافة آمنة بين المشيعين وعدم المصافحة أو المعانقة واستقبال العزاء عن طريق وسائل التواصل. لا تكن الرقم التالي هو شعار الحملة الجديدة التي أطلقتها وزارة الصحة السعودية في مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف حث أفراد المجتمع على الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19. وترتبط الحملة بالبيان الإحصائي اليومي الذي تنشره الصحة عن كورونا، حيث تتمحور فكرة الحملة عن إخفاء أرقام الحالات اليومية، بحيث سيتم نشر التقرير دون معلومات، بل سيتضمن فقط رسالة توعوية مباشرة: نخاف عليك، لا تكن الرقم التالي. ولمعرفة أرقام حالات كورونا اطلع على موقع الوزارة. سارة الشايجي اسم تم تداوله بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، وهي خبيرة تجميل بحرينية قامت من خلال فيديو نشرته على حسابها في انستغرام بتحويل وجهها باستخدام المكياج لشخصية الفنان القدير محمد ياسين والمعروف ببابا ياسين. وعلى الرغم من أنها تجربتها الأولى إلا أنها أتقنتها، وحصد مقطع الفيديو الذي قامت بنشره تفاعلا وانتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وإشادة بإتقانها للشخصية المحبوبة خاصة من بابا ياسين نفسه. نتابع. أهلا وسهلا. تم
تبرع بدمك واجعل العالم مكانا أوفر صحة، هو شعار اليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يصادف 14 يونيو من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي بمنتجات الدم الآمنة وبأهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين. الدم المأمون ينقذ الأرواح هو موضوع حملة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم هذا العام، وينصب تركيز الحملة على مساهمة الأفراد المتبرعين في تحسين صحة الآخرين في المجتمع المحلي. ومن خلال هذه الحملة تناشد منظمة الصحة العالمية الناس في جميع أنحاء العالم إلى المساهمة في إنقاذ الأرواح عن طريق التبرع بالدم بشكل منتظم. مشاهدينا، الالتزام بالتعليمات مسؤولية كل فرد لحماية نفسه ومجتمعه. نلقاكم باكر في أمان الله.